الخير عليكم، شراكم؟ نتمنى كم تكونوا بخير، احسن خير. لقاكم فيديوهات عالم ام امير، مساء البسبوسه، مساء الحب، مساء كل شيء شبه في وجوه الغاليات ديالي. البنات فرحوا لي بداك الجام. ابوني واللي ماشي ابوني ابوني، بارطاجي وماذا بكم، كومونتي كومونتير شباب، نحبكم وداليكم قد الدنيا. البنات ديت حليبتي ورحت للكوزينه، البنات ديريكتومون درتها الصباح هذه البسبوسه قبل الفطور ورحت للكوزينه. رحت بليتو للشومبره تاع الدراري، كنت انا وجوزتي قاعدين فيها ناكلو فيها، كتشوفوا في حجري كل شيء كما يقولوا، كل شيء كما يقولوا على طبيعته، ما كاش كامله دوك لي بروتوكول. وبيان سور بعد ما نكملوا نعمروا لي بيل بيان بيان بيان، نروح هذيك لا شامب، لقيت حالتها حاله تبكيه. ام امير نقيني على وجه ربي، اي بحكمتها، بردت فيها غلالي، بردت فيها غشي، شديت هذه البنات هذه الدحسوقه اللي نقولها انا ومسحتها كامل. ما تقولوش ما تنحيش الغبره، البنات تنحي المخبي اللي ما عندهاش، اللي ما عندهاش وسمها هذيك الاخر اللي تنحي الغبره تاع الغبره، غير تشريها وعينها مغمضين غير بعشرة آلاف، ولا غير تنحي بها وتنقيها وتنقي بها كل شيء وتنحي الغبره والنورمال، ومهم تليكيدي على روحك. وهاي بالبرهان ام امير دائما تحب تبين لكم. سمحوا لي على هذا المنظر، مي لازم تشوفوه باش تاكلكم قلبكم. وبيان سيغ طحوا تشروها، تقولوا كيفها ام امير عندها وحنا ما عندناش، لازم نشوفوا كيفها. البنات شافوا شوفوا واش تخرج الخير اللي تخرجوا. الدنيا مغبره، الدنيا مغنشقه يا يما. المهم البنات بعد ما كملنا درت هذا النيلون اللي دارته، لا اوس هذا تاع النيلون هاي البنات بخاتيك، اللي عنده دراري كي بحالتي المطله تاعو تقعد دائما جديده. شوفوا كي ديروه كيفاه يبان، وبيان سور من الفوق ديري له لا اوس يجي شباب زين معدول على الكيف على الكيف على الكيف. المهم البنات قلت نفوت في لاشامب ديالي ونستيكي هذا هذا لاوس جديد. بيسق عندي الاخر كي شت روحي يعني مع الدراري، ما بغيتش ندير هذوك، قلت كي يكون جاي ابو امير ونعدل. درت المخادي ديالها ثاني، خيطته هذا كامل، وبعد رحت لاشامب تاع بنتي كانت مفروزه ما كانش فيها والو، فرست غير بدلت لها غير ثاني الفراش ديالها. لهذا سقساوني على هذا الدرا، هذاك شغل درا تاع قطيفه شحال شريته. البنات شراتو لي امي من الجي، والله ما على بالي. المهم واحد ما باليش واحد المارشي شاتو لي، بعثت اختي وشرات لنا كامل، يعني ماشي انا اللي شريته صافي، داغ ما على باليش شحال السومه شاتو لي، بعثاتو لي شات لي زوج وبعثتهم لي كثر خيرها، عندها مده يعني هذا هو. ومن بعد البنات شوفوا كنت ننظم، حبيت ننظم واحد الحوايج، شوفوا معايا كيفاش كنت ننظم فيهم. ليتس جو. وهنا البنات بعد ما كملت كامل لا شامبر تاعي، قلت قبل ما ندير الفطار يعني كانت عجوزتي هناتني منه، كانت فتلت لي العيش صافي، دي انا غير دوزنتو طيبته برك صافي خليته يطيب. قلت معليش نروح نفرز هادو لي زيليمون تاع بلاستيك اللي جاي في شامبرتي، فرزتو يعني بارطاجيت معكم شحال من خطره، مي هذه الخطره ثاني تجوزت عليه باسكو عباكم ندي حوايج معايا، وكي نجي كاين حوايج تغسلتهم باش رديتهم، كاين حوايج كانوا مغسولين نسقمتهم عدلتهم، وانا ما داك لوجور اللي ماشي نحب زعما نطيش ومن بعد كي نجي ندير نحب حاجه تكون كما يقولوا تكون تاع الصح، هكا مخبيه ومغسوله ونظيفه وتريح شابه، باش انا نكون في راسي بيان. كيما راكم تشوفوا درت كامل لي سيغتات تاع اللي ندير بهم الماكياج، المهم درت كل شيء ستيكيت كل شيء، يعني نظفت كل شيء نظمت كل شيء على وجه البنات باش الحاله ما تكونش مكركبه علينا. دولي هذوك جوج لي طاجر الاولين ندير فيهم هكا حوايج تاع التنظيم، طاجر الثالث ندير حوايج ملابس يعني خاصه بيا. المهم البنات لازم الانسان يكون ذكي وما يكونش زعما غير يطيش في حوايجو، قال لك طيش الحاجه بعد ما تحوس عليها يعني تشداقيها، فوالا لازم واحد يخبي الحاجه باش كي يروح باش يجبدها يلقاها نظيفه مغسوله. الله الله ماشي يطيش برك من بعد يقول خلي برك خلي برك، نو ما طيشوش، تعلموا باش التنظيم هذا تكتسبوه البنات مع الوقت، مع الاول يكون صعيب عليكم. ما انا كبدت هذيك ما يقولوا طريقي في التنظيم، بريت البنات بواحد الصعوبه ما تيماجينوهاش، باش ننظم حاجه نقعد سنين ما نقدرش نعيا نقول كيفاه وننظم ونعيا، مي البنات كي توالفوها تولي عندكم متعه صدقوني. ومن بعد شديت هذا الـ هذا الكربايه الصغيره هذه، كانت عطاتها لي مرت خويا، كانت مستعملتها ديجا ومن بعد عجبتني قلت لها عطيها لي، قالت لي ديها مع هذه الاخر اللي يدير فيها لي كونطونتيش، قالت لي والله ما خليها في قلبك، درت فيها كامل شوشو تاع بنتي، حبيت نستغلها هكا في التنظيم.
بوغ لانستون. ومره اخرى ما نعرف كيفاه نبدلها. درت هادو لي شوشو تاعها لي نديرهم لا تاع شاك جوغ، درت لي شوشو هادوك تاع لاستيك، درت المسيسكات، درت المهم درت كل شيء. هاكو على بالكم الطفله قد ما تشري لها تقولي ما شريت لهاش. ومعنا بنتي ما تحبش تمشط البنات، لي بنتها كيما انا تقول لي لي بنتها نلقى في لي كومونتير تقول لي بلي بنتي ما تحبش تمشط. انا بنتي هي والمشيط دو، يعني كي نحن مشط لها الجيران كامل يستمعوا تسوغ تسوغ بال كيما يقولوا بالقوه. وبيان سور درت لها لي بارفان تاعها لي شوشو تاعها، درت المهم درت كل شيء باسكو البنات لازم كيما يقولوا نحطوا لها حوايج على ليد باش صباح كي نروحوا نمشطوا لها يجينا كلش سهل. ولا وليت تحوسي على المشطه وتحوسي على لي شوشو وتحوسي البنات تقعدي تم. هذه هي البنات. طاجيره ثانيه كنت درت فيها هذه تاع القجوره تاع لي شوشو، ودرت رحت تاع لي فيرني ثاني كسقمتها دلتها درت لي فيرني تاعها كامل جات شابه البنات. هنا والله كنت زعما كنت بلا باش ندير لكم بالهضره، من بعد شفت الهضره شي ناقصه هنايا. من بعد ما كيما يقولوا ستيكيت هنايا الاخر، رحت لتاع اسمهم الله المستعان البنات من داك فكروني طرح لي الهضره. رحت لتاع لي فيرني كلشي ثاني كتسليله هذه كيما يقولون مسحتها ونظفتها بشي جافيل. شوفوا انا البنات مبل شيفونه فيها الماء وجافيل باسكو هذو ما فيهم حتى حاجه غير كش ما غبره، ولا غبره ما كانش فيهم مغلوقه باسكو درت شيفونه فيها قطرات ماء وشويه جافيل رشيتها مشيت مخلطه. ومن بعد نمسح هكذا مام لي فيرني نمسح على برا، انا ماشي زعما نمسح السله ونحب هكا نحب ننظم. وحطيتهم هنا جاوني على ليد البنات دوكا كملت لي فيرني باسكو لقيت لي فيرني كامل اللي كانوا في الكابه كانوا في شمبرتها ما جابتهمش هكا على بالكم. ومن بعد لقيت لي ليونات التوعي بيان سور نوادر التوعي ثاني رحت خبيتهم مع لي شوشو نتاعي باش كي نحب نخرج ولا نقهم على ليد بيان سور. ومن بعد رحت لتاع القجيرات. القجيرات هذه اللي شوفوها بلي ماشي عمليه، انا بوغ مو عمليه. شوفوا البنات تخبي فيها لي زاكسيسوار راني دوك هكذا ما هنا كنت مازال ما كملت لهاج الاخر باسكو كانوا كامل في شومبر تاع بنتي. دوك انا درت فيها شوفوا لي زاكسيسوار تخبي فيها خاتمك تخبي فيها لي شوشو تخبي فيها تاع لي باري عندها عده استعمالات. انا درت فيها كحوايج بوغ لانستون. وكاين اللي ما يحبش ينظم كيما انا يدبر راسو ينظم كيما حاب هو، ليسونسيال التنظيم اللي يرتاح فيه هو. درت هادي الاخر تاع الماكياج مع نيفيا هادو جدد كنت مش مستعملتهمش، وعندي نيفيا تاني البنات دائما نقولكم ديروا هادي نيفيا من المانيا تاع المانيا يعني ماشي تاع الاخر هايله ديريها الصباح شغل دي كريم دو جوغ يعني ديريها على اساس الصباح باش ترطبي وجهك هايله. وكنت درت تانيك البنات هذا تاع الماكياج تاني هذه مستعمله البنات تاني مي كيما يقولوا هذه مش مستعمله والاخرى مستعمله فوالا. خبيتهم كامل 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 درت لتحت لي ليغون اللي ندير بهم الصبيغه درت لي زاكسيسوار المهم درت واش كاين عندي درت المهم ما نخليش حاجتي طايش ولا طرما. درت لاباك فيونساي درت واسمو الكرمات ديالي اللي نديرها كي نكون خارجه. المهم درت حطيت الحوايج اللي نكون نستعملهم يوميا. الحوايج ما نستعملهمش البنات انا لي زاكسيسوار عندهم بواطه مخبيتهم ما لازمش نشوفهم قدامي باش ما يتلفوليش مع بنتي تخرب الله المستعان ربي يعيشهم لنا وخلاص. لازم تكوني ذكيه تخبي حوايج هكا اللي تاع دائما تخبيهم قدامك باش كي تحوس عليهم تلقايهم بيان سور. درت ساعتي اللي نحتاجها انا تاني يوميا كي نكون خارجه كعيبكم مع الدراري تقريبا يوميا تخرج. درت هذا البراس اللي شريته لي ماما من الصحراء. مهم درت كامل الحوايج اللي الاخر وبيان سور ديريكتومون بعد ما مسحتها الله الله وبالجافيل وكامل ديريكتومون الخزانه اون فاس ليا نخبيها لداخل باسكو بنتي كنحطها فوق لاكوافاز ولا تبديني بيان سور تشوفها وانا نحطها لداخل باش ما تشوفهاش. عبالكم البنات ويشتيو الحوايج وكامل الله المستعان. وشوفوا هنايا المنظر تجي هايله مينيونه المهم تحطيها على عينك يعني ما شاء الله. والبنات كي تشوفي هكذا الحاجه مفروزه تحلال كلش. والبنات لي هادو كامل شكون كيما انا ما تلقاش وين ديرهم، وراه الخيط الابيض وراه الكحل وراه القري وراه الماف وراه الغوز وراه وراه ورا. الله المستعان. إيه انا واش درت رحت تشديت هذه البواط مونجي ماشي الاخر طويله كل بواطه طويله درت فيها كامل بيان سور بعد ما مسحتها تاني وكامل كانت يعني في كوزينه نظيفه مي مسحتها وتشعل شعل ما فيها لا يدام لا والو باسكو مخبيه ما نستعملهاش. وانا شغل كولا كور ماركيتو في الكوزين تاعي جبت بزاف البلاستيك وليت ما نحبش البلاستيك
كنخبي فيه، نحب غير في الدزاج. يعني كيما راكم تشوفوا درت كامل الخيط اللي كاين، درت الشفره اللي نقص بها كي نحب، درت المقاس، درت كلشي كلشي البنات، نحطها في لاطاب دينوي اللي قدامي. كي راجلي تقطع له حاجه وليدي كلش نلقى كلشي قدامي. هنا قلت لكم خبيتهم كامل، درت الشفره كما قلت لكم، الموس اسمو ديك اللي نحو بها البره، هذه الاله ينحو بها البره، بلوتو ينحو بها الخيط كي تكون غلط، ولا هذه الاله. نشري الحوايج هادو، ما نحبش نسلف البنات، اللي تعرف ام امير ما نحبش نسلف حتى حاجه من عند الجيران، ولا نحب حاجتي تكون عندي نستعملها لو كان مره في 20 سنه نشريها. المهم انا هكذا دايره. المهم خبيتهم كامل، درتهم في لاطابل دينوي بيان سور قدامي، كي تكون حاجه نجبدهم براتيكي تو مارغري جوستي عندها كلش، بصح انا نحب حاجه تكون تاعي فوالا. ومن بعد حليت لاطابل دينوي درتهم هنايا كيما راكم تشوفوا، مع لي بابي طوشون اللي دائما يكونوا لازم قدامي، اونكا كون غريبي ولا وليدي ولا نحب يكونوا قدامي. هذا هو البنات، و يعني هكذا تكوني منظمه في حياتك. وكما قلت لكم انا غلفت هذه هذو اللي طابلين وغلفتهم من التحت باش نقدروا نمسحهم، كنت مسحتهم كي جيت من دارنا كلشي الله الله. وهذا المفتاح البنات، المفتاح الطريز راكم تشوفوا فيه رقم 13، نستعملوا البنات انايا باش نحل كي تفسد لي. هذا هو يفسد لي المطرح ولا يبدا يتهزز نحل، باسكو الزوج تاعي على بالكم في الصحراء ما نقدرش انايا، يعني كل مره نشوف شكون يخدم لي نشري ونخدم روحي فوالا باش ما يتهززليش، يعني يكون براتيك. هذا هو البنات انا نحب هكا، شريتو بوغ باش ما نزيدش كامل اشاك فوا تكسر لي هذا تخسر لي هذا تفتح لي تحل لي، نخدم اسيدي نحط قدامي. بيان سور الحاجه اللي لازم تكون قدامي اوبليجي هي الكراس. انا كتبت له انايا الكراس تاعي هذا ما يخطينيش كامل البنات، اقسم بالله غير يعني ما نقدرش مسميته كراس الافكار باش البنات كي تفكر حاجه تجيني ايدي، تجيني فكره، تجيني هكا حاجه تاع تنظيم تفكرها تجيني توجور نكتبها. البنات سمحوا نطفي الكليماتيزور و نحطو قدامي، يجيني بخاتيك نجبدو نكتبو شراني باغيه وبيان سور ونفرمي. هذه هي البنات، يعني كل شيء بالتنظيم، كل شيء كذب عليك كل شيء بالتنظيم. الحاجه اللي يقول لك سر المراه الناجحه هي المراه المنظمه. وبيان سور كان طابلي العيش تاعي، رحنا كلينا داك العيش الله الله جا حار وحمر، كان عندي غير مرصو تاع اللحم ميجا، ماشي صح في اللحم صح في البنه، البنه جات ولا اروع، هايل 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 هاي. شهيتكم في الجنه حباباتي، حميمه رزت له ديك الرشه تاع فلفل كحل مع الاخر ومع شويه زيتون وشويه فلفل مقلي، وربي يرحمته وربي يدوم علينا وعليكم وما يحرمناش ان شاء الله من هذه النعمه يا ربي. ومن بعد شرينا هذه المشتريات البنات، شوفوا معايا بقى البنات هنايا حبيت نوريكم واحد المشتريات كان شراهم لي بابا سليم اللي هو شيخي بابا سليم شراهم لي. بون على بالكم الزوج تاعي ما كانش، قعدت شهرين في دارنا ما كانش، وكزت جيت لهنا ها وما كانش، الله المستعان. جاب حطني وزاد راحه في الصحراء، الظروف يعني خدمته وظروف يعني، المهم الله المستعان ربي قدرنا باش نكونوا واقفين كما يقولوا كاننا زوجه وكاننا كما يقولوا اب وام، ما نقدرش نكونوا اب مي نحاولوا. هذا هو البنات، سمحوا لي نغلق الطاقه. بون البنات الحاجه الاولى اللي كان شراها لي وكانت خاصتني فريمون اللي ما نقدرش نستغناو عليها حنا نساء على بالكم، الحاجه الاولى اللي ما نقدرش كامل نستغناو عليها هي لاكوش. كان شرا لي هاد لامارك بوبون، انا ما نستعمل بيبي مي كان شرا لي بوبون هذه مي نورمال، المهم تفاك ما يقولو تدير بالغراض نورمال. شاري البنات تحبوا الاسعار الرقم 435 الف داني باسكو معاه، عرفت انا وشيخي وعجوزتي شي الحوايج كانوا خاصيني باسكو كان عندي حوايج في الدار وكانوا خاصيني شريتهم، قلت حتى يجي ابو امير يصرف لي كلش بيان سور نبارطاجي معاكم. كان شرا لي بابا سليم قلت لكم هادو كان مشتريات، شاري بوبون رقم 4 شهولي 35000 شوفوا على لي بخي البنات. لقيت الغلا كاريطا يا حليلو القليل يا حليلو يا حليلو، الصابون الطرف هذا تاع القالب يعني تاع الحجره 9000 البنات الله المستعان، كنت نشري 5000 اقسم بالله اقل اكثر من هذا 5000، هذا 9000 شوفوا وين وصلنا سبحان الله. وباش تتحرك السلطات والو، هذا شريت تاع
كيلو 600 شريتو 32000 البنات. ايماجيني درك هادو شوفي شحال طاحو. شوفي هادو شراهم لي مشات بسيطين طاحو لي 300 والله غير 300 سبحان الله العظيم الدرجه هادي ولينا. وخلي الحوايجات كتفات تاع الدراري صغاريتو. المهم هادو قلت لكم هذا 32 35 وصابون 9000. شرا لي زوج كيلو سكر قلت له شري لي غير زوج حتى بيفرج ان شاء الله كيجي ابو امير يشرف لي ان شاء الله غير يجي بخير وعافيه وقت ما طلقوها ويجي. شرا لي وحده فاميكو انا نشرب بزاف قهوه فاميكو نشرب انا يعني كنحب مي كي ما كانش نشرب فاميكو تافي بالغارات نورمال. شرا لي هذه وحده مينا باسكو بنتي راهي دياغي عندها صافي دير شري وحده مينا. شرا لي وحده عمر بن عمر الكونفيتور وانا توجور نخزر في لادات البنات لادات ديالها هادية 2024. البنات السكر تحبوا تعرفوا شحال 8000 ولا 8500 الله المستعان. وهادي ب 11000 عمر بن عمر. فاميكو 21000 هادي ب 7000. شرالي تاني هادي طرطانيلا هادي زبدة الفول السوداني نديرها انا صباح في الخبز لولادي ليا وكلشي تاني كشالي 45000 27000 فقيل الله المستعان 45000 هذه البنات. هذه البنات الهريسه 8000 الصغيره 8000 الله المستعان. شريت ثلاثه كاطو عندي الكاطو جبته من دار مشريه شراه لي خويا بو على ميزات شرا لي هذا وليدي صغير شتي هذا هذا شراه لي قلت له ندير تحليه زاد شرا لي زوج من هذوما كما راكم تشوفوا. هذا البنات 4000 الباكي هذا 2000 العاده زادوا له. هذه البنات هذه الصغيره لابيل الصغيره البنات 10000 الله المستعان. وهذه تاني البنات تشيزي شريت هذه مليحه 24 حبه البنات 24 حبه ب 21000 يعني فريمون هايله. والبنات هذه اللي كنت دائما نشكر لكم فيها وتقولوا لي ام امير فاش مليحه فاش مليحه البنات مليحه واسمها قهوه بالشيكوري البنات بلاك راك تشوفوا داك الاخر هذه فيها عشبه الهندبه مليحه للهضم وتسهل عمليه الهضم هذه مليحه للدراري الصغار اللي ما تحكمش فيهم القهوه خير من نسكافي وبنينه على نسكافي اللي والفها. البنات انا عندي 3 بواط نبارطاجيهم معاكم دايره فيهم وحده الطماطم وحده دايره فيهم فرغوليتو كامل نشري غير من هذه. من نهار شريتها ما زدتش كامل استغليت عليها. وشنو كيديروا لداخل المغرف داخل ما زيدوش تحطوها في الحليب وديروها باسكو يتصوف هذا هو سينو مليحه بزاف ديجا والله نبارطاجي معاكم ونوريكم. شوفوا البنات شوفوا شوفوا هايله غبره رقيقه كيما نسكافي بصح هايله بنينه وما تضرش كامل الدراري صغار. انا دائما نخمم على وليداتي ما تضرهمش وسي فري والله ما تضرهم هايله. اسمها قهوه بالشيكوري البنات كنت نشريها 45000 الله المستعان. شوف 55 سبحان الله العظيم. والبنات شرالي تاني هادو 6 كان عندي 5 بطه وزدت شرالي 6 شرالي تاني هذا هذا مونغوتي مونغوتي وليداتي وصاي قلت بنتي شرات قولي لاكراش بالك ولا قبليها لي ماشي لاكراش تاع لي كول بريفي ولا ما قبلوهاش معليش باسكو ما نعرف غد وردونا بالخبر. والبنات شرالي هذا الزيتون هذا وشرالي بيان سور هذا ياغورت هذا تاع كاس دينار نتاع هذا قينا ونرجعو ب2000 وهذا تاع 12.50 وشرالي هذا البنات هذا مشفتوش هذا تبان لي دارو هاكا في المنزيرة وزيتو بحال باسكو مقدوش عليه. هادو هما البنات مشتريت شراهم لي بابا سليم ان شاء الله ربي يعطيه الصحه والهنا وكل حاجه شابه بحياته وتهلا في رحكم البنات.